دي نقطة صعبة في الرجالة انه فاكر انه دوره لازم يصلح المشكلة. لا، هو الدور اللي محتاجاه الست نمرة واحد انه يحس بيه. واحنا عندنا مثل مصري الاحساس نعمة. نعمة. لكن كمان ذكرت أليس عدم الإدانة. في ناس كتيرة رجالة وستات الحقيقة فاكر انه ما يسمع حاجة يقول اه ده صح ده غلط. انا يعني ياما سمعت رجالة تقول انا معايا قبل النظرة في البيت، انا عايز زوجة تشاركني، او واحدة تقول انا معايا البيت مدير اصلا مدير في الشغل وجاي عامل مدير علي. الحقيقة الحياة اللي مليانة انتقاد وتوجيهات وتعليمات، مش عارف اقول ايه تاني، توجيهات متعبة متعبة. التوجيهات صح، بس العيشة كده بقت مش عيشة. طول الوقت اعمل وما تعملش وده غلط وعملت ده ليه، ومع العيال برضو الكلام. فدي انا حاسنا اكتر حاجة زي مبدأ الناموس والنعمة. يعني كل انسان بحب يعيش في مبدأ النعمة ويحس انه محبوب او محب او اعتناء الى اخره.